السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين الناس عم تكلموا باللي ايطو امام القضاء، وهذا المرة جاية من عند فرنسا وعند منا وفرنسا منا. فرنسا قاعد ضامنت مع ايطو، قاعد ضامنت مع الكاميرون، اعلام فرنسي قاعد ضامن مع قاسامها وضامن مع الاخر تاع فرنسا. ما بغي شاكم باغي يتحشموا باللي بارتي يا ما يتردوها. اي توما كذبتوا على الشعب الجزائري، راكم تجو تحوسوا كيفاش تبروا الكذبه تاعكم نورمال، وما زدتوا تقارعوا تقولوا باللي بين تكاليفا و 30 اوت عادي نورمال. بس جايين نورمال تهضروا فيها، تجروا فيها تجروا فيها باش تدخل اسيست وتدخل محرز. قالوا غوارديولا ما دخلش محرز، بن ناصر التبليسه، بن ناصر ما تبليساش، بلايلي شاهد هدف بلايلي. شو غادي كي تبدا الشامبيون؟ جات كي تبدا الشامبيون الى اللعابه تاعنا ولاو يماركو. يا ودي هذا ايطو كاع ينساوه، هذاك المخنث ايطو ينساه، يتبع شكاي الكاسيت اللي يبغيها الشعب لي بغيها الشعب. مي كان تشوشو باش مين انكشفت ناس وين هربوا لكم، وين راحوا لكم؟ راحوا لكم اتحاديه، واحد يهضر واحد زفزاف لعبه يهضر في الحاج محمد راه 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 يهضر لكم اتحاديه ولا يهضر لكم مكاش تاع وقت تاع يخدموا مصلحة تاعهم برك تاع الشعب شي يتبع. يقيس فيديو يقعد يقرا لي الكومونت طب يقذف فيها، ياك ما صار كل يوم يخرج لهم خرافات جديدة. دار هكا صابها، الناس مازال طامعة في الماتش. صعب هذا المخنث دار هكا صاب باللي الناس مازال طامعة، يقول لك الماتش يتعاود. راه قضبها لكم، ها ايطو قال، ها فرق. يا صح ايطو، ها منا ايطو لعنة المنتخب الوطني تلاحق الكاميروني ايطو امام القضاء. مشي قلتوا لنا بلي حكموا عليه بست بقينا بثلاث بعامين حبس وقيله في اسبانيا، ضروك فرنسا، ضروك رواتو فرنسا، ما اسبانيا حكموا عليه رواتو فرنسا. وعاد مخرج لكم بلي بنته متابع قضائيا بسبب البنت تاعو. هنايا وين يقول لك يواجه صامويل ايطو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خطر مثول امام قضاء مجددا حسب ما كشفت عنه التقارير الاعلامية المحلية. كان النجم الأسبق لبرشلونة الإسباني امتثل أمام قضاء الإسباني في جوان الماضي بتهم التهرب الضريبي قبل أن يضطر لدفع الغرامة، يعني لهروب من شبح السجن. ضروك انتوما احنا ما فهمناش، انتوما هذا ايطو كي راكم تحضروا عليه يعني يدخل للسجن، بارتيات عاود تولي كي يوقف امام القضاء بارتيات عاود تولي. هنا هضرنا على الماتش، تعاودوا تردوا البارتيه ولا غير راكم تهضروا على ايطو؟ حنا غير يقولوا لنا راكم تهضروا على ايطو، بيت عاودوا تردوا البارتيه ولا كيفاش؟ كيما طلقتوا دعايات قلت لهم باللي الكاميرونيين الفيفا صابت ثلاثة لاعبين مترافيكين هما من الكوت ديفوار يلعبوا مع الكاميرون تزوير. مكاش كاع منها هذه، مكاش منها. ونقول لك متاعب صامويل ايطو القضائية قد تستمر، حيث قامت شركة ملابس الرياضية لوكوك سبورتيف بتكاليف يعني فريقه القانوني برفع دعوى ضد اتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب فسخ العقد الذي يربط الطرفين بطريقة تعسفية. وتعهدت الشركة الفرنسية برفع الأمر للقضاء، خاصة أن الاتحاد الكاميروني قام بالإعلان طلب عروض من أجل التعاقد مع شركة الملابس الرياضية الجديدة خلال كأس العالم قطر 2022. حميت نعرف أن الكاميرون تلعب بالبيما، حميت نسمعوا بيما. كانت بيما دير إشهار تاع قطر، تحكي تاع تاع كدير اشهار تاع ايطو كيفاش يجري والسبع يضربو هاكا يدير له ثلاث خطوط هنايا. هاكا وين تا هاكا مين تا تاع بيما لو كوك تقول معطينك عبايه مشي تريكو، تقول تلعب بعبايه
لو كوك سبورتي بقى تقول تلعب بعباية كو يعطيك بلوزة تلعب بها. ومنذ تعيينه رئيس جديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم تورط إيتو في عدة صراعات مع شخصيات رياضية وسياسية في بلاده، كما قام بإقالة المدرب البرتغالي أنطونيو بطريقة تعسفية بما سمح له بالحصول على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقاضي بتعويضه ماليا. صح انتم هذه حاجات تخص المدرب، وانتم لنا أكاراس اكو عاقلين عليها أكاراس أكاراس على ما تهضروش عليها. قلتوا احنا خاطينا، احنا لا ندخل في الضيقات، هذيك تفاصيل ضيقه ولا باشتير. شو قلتوا خاطينا لا ما هضروش عليها؟ وانت شدك عند ايطو مع المدرب، ايطو عنده الشرع مع انت لهنا تاع الاديداس تاعك ويخرجوا لك تاع الاديداس. على انت عندك كونترا مع الاديداس كي راك تهضر على ايطو؟ انت عندك كونترا مع الاديداس؟ انتوما يا عباد الله وين شفتوا الكاميرونيين يلعبوا بالكوك سبورتيف؟ وين شفتوا انتوما؟ من ميتا نعرفوا حنايا الكاميرون من حيت نعقل انايا حيت نعقل الكاميرون من 1990 كوب دي مون تاع كوب دافر تاع طليان اللي داروه في طليان وين وصلت كاردو فينال، يعني تلعب بالبيما. من ميتا نسمع تلعب بالبيما، نشوفها تلعب بالبيما من ميتا. تجاو هذو المخنثين 2019 هم يشوفوا بلي كوك منا وبيغلطوا دراري بلي كوك، كوك سبورتيف هذيك بيغلطوا دراري بلي كانوا يلعبوا بالكوك سبورتيف. وين تلعبوا؟ اعطينا وين تلعبوا؟ اعطي انت يا كي تجيب بلي هذو الخطرات جايه من القضاء الفرنسي والقضاء الفرنسي. وقلت لنا بلي غادي يدخل الحبس تاع اسبانيا. لا مشي قلت لنا غادي يدخل الحبس تاع اسبانيا. ها قلبوا جهه قلبوا جهه، بس تكذبوا الغاشي كي الحمير. تبا ديروا كاسيت وتقراو وتشوفوا تك تكذب تكبصوا. ايطو قضاء ايطو مشي قضاء ايطو قضاء ايطو مشي قضاء. وين الازمه التي تلاحق اسطوره الكاميرون ربطتها بعض الجماهير الجزائريه بلعنه اقصاء مشي جماهير هذا العهيره تاع اليوتيوب، يعني اقصاء منتخبهم بالتصفيات مؤهلة لكاس العالم. وكانوا يعني والله وين اتهم الصحافي العالمي الصحافي يعني النهر فارس النهر فارس النهر هو مشاكرة. وين قال لهم بلي عندي شو هذو كيخدموا لكم؟ شو هذو كيقيسوا لكم فيديو؟ هذو خباثة تاع اليوتيوب. هذو يخرجوا جدد هذو خباثة مسيلمة الكذاب وجماعته. كي يدير يقيس لك فيديو كيما بشاكرا قاس فيديو قاس الشبكة تاعه. قال لكم ايطو عندي فيديو ايطو يمد في الدراهم للقصابة كذبها ومشى مع هذوك العهيرات هذوك مشاهم مع المخنث هذاك وكلش مشاهم. ذروك هادو يخدمو خدمة تاع تاع مشاكرة على بالك يدير لك يقيس لك فيديو تاع ايطو الكاميرون باي تقصى لو 30 اوت غادي يقارعو لها اوفيسيال وصايك وحدة رانا رايحين في بلاصتهم وكلش. انت بوركينا فاسو ما بغاش تلعب معاك، ما صرناش ايكيب نحضرو معاها، ما صرناش ايكيب نحضرو معاها تروح لنا لغينيا كوناكري. يقيس لك فيديو يشوف يسيبها قاضبة مازالت الناس مأمنة يبدا متركز لك عليك ايطو قازا ايطو هذا الخطره ماشي من اسبانيا من فرنسا. ومن بعد تجي وين انت لعب فانيك في لانتر لعب هو الاولى كاع لعب في الترك غادي فانيك غادي يعاود يولو للترك. يقول لك في 1998 وقيله في 98 لعب في الترك 1998 ايطو يسالوه في الترك دومين فهذيك يخرجوا لك. من بعد بارسا 2006 2008 قال لك حتى هذه الخطره تجي هذا المخنث ايا قال لك بلي عنده اش عنده. من بعد اي كيما هكا يخدموا لكم بلا ما دخلت اسيست ودخلت عقلكم ماشي يخدموا لكم ايا روحوا معنا نشوفوا اسيست. من بعد يخرجوا الناس يقول لكم مصداقيه اسيست ولا لا صح. كل شغل انت راك عايش انت اللي تفرج فيه كل شغل انت عايش فيه كهب لازم تيقول لك روح شوف اسيست. يقول لك بالهضره اسيست بالهضره عمرنا سمنا اسيست بالهضره اسيست بالهضره هذا مكان
اجي هضرك هضرب هضرب هضر تاع تاع نانا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، ربي يحفظكم.